كيت كات نزلت طعم جديد، كيت كات بالسينابون، سعره 12 جنيه لسه نازل السوق جديد. بصراحه عايز اقول لك من ساعه ما طلعتها في ريحه قرفه مالت المكان حرفيا، سينابون بقى وجدا وبتاع بقى. ده الحشو بتاعها من جوه لونه لون السينابون جدا او لون اخضر سيكا يعني، ريحته سينابون جدا جدا. تعالوا ندوق. بسم الله. ميكس غريب قوي، انت بتاكل شوكولاتايه بالقرفه يعني، شوكولاته من بره وقرفه من جوه. الميكس على فكره مش وحش خالص على فكره، وهي متقطعه، بس انا خدت بالي ان هي مكتوب ان هي تنفع للناس بتوع الجيم، ان هي طاقه جدا يعني، فيها 220 كالوريز فقط، يعني دي فيها 220 كالوريز فقط. مش عارف هل ده كده كتير ولا قليل يعني، بس هي مكتوب ان هي ايه تنفع للناس بتوع الجيم ومكتوب عليها طاقه يعني. طعمها حلو جدا جدا، كاديها ميكس كيت كات بالسينابون كده يعني ممكن ياخد معايا 9 من 10. ميكس غريب كده مش عارف ازاي يعني، بص اكنك بتاكل شوكولاته بالقرفه بالظبط، شوكولاته الحشو بتاعها قرفه من جوه. ده يعني اقرب طعم ممكن اوصله لك كمشاهد بتتفرج عليا، لكن كتجربه لا حلوه جدا جدا على فكره، واديها 9 من 10.